ببلوغها الأربع سنوات من عمرها لم تذق ريهام طعم الطفولة، براءة محرومة من الحركة والنطق، ناهيك عن نوبات مرضية مفاجئة. رخطات جهة الكريز وتقعد الكريز تقعد بالله 10 دقائق تقعد باش تروح. اتفقنا لها تما بالمرتاحة. ومن بعد جريتوا عليها هنا الطبيب مشيتوا عندها؟ جرينا عليها هنا جرينا عليها ودرنا لها بالدواء تاعها، مازالت مشى بالترات تاعها دي باكين مشى. واش قالوا لكم هنايا الطبيب واش قال جزاهم شي ما رانا غير بالترات مو بصح ما كان والو، نديروا لي ماساج وكاع بصح ما كان والو. تحوس مسكينة باش تعمل مع الباز. مازال الان ما تعرفش. اخوها ها هو خوها يقول لك ها هو كون غي اختي يدوها الدرك وتبرا ودي تقرا تقدا معايا. أمل العائلة في شفائها يبقى قائما بمساعدات المحسنين وذوي القلوب الرحيمة من أجل إجرائها لعملية جراحية بأحد المستشفيات التركية بمبلغ 300 مليون سنتيم. هي رسلنا الترك وقالوا لنا عندنا لزعم الشفاء تاعها عندنا. مش عارف طبوكم؟ طب قلنا 300 مليون. وانت ما عندكش؟ ما الله غالب بنادم شهر باش يلحق 300 مليون هذه ما كي دير تلمى. حنا نطلبوا اللي راه يشوف فينا يعاوننا. عنده يعاوننا ما عندهش يعاوننا بالدعاء. انا شخصيا مشيت لديت الدوسي لتونس مستشفى الامل، قالوا لي هذا المرض يداوى. كي اتصل الولد بالمستشفى تاع الترك لا يجيبها لنا. قط على الحاجه تاع الدراهم والناس اللي يقدروا يعاونونا مرحبا بهم، واللي ما قدروش يعاونونا يعاونونا بالدعاء. المشي واللعب والسير نحو المدرسه كأقرانها هو حلم عائله الطفله ريهام، فهل من مغيث؟